جوز كلام. ما عم صدق يا أبو فاكر هالفيديوهات اللي عم تطلع من المدارس. لا صدق يا أم جوزيف، لأنه كله عم يشتغل بعقلية ابنك على ما ربيتي وجوزك على ما عودتي. وشو مشكلته هاد المثل أبو فاكر؟ شو الحكي لك يا كنس معي يا جارة؟ لك لا لا لا، مو هيك تأمريني. صحيح هذا المثل له جوانب إيجابية، خلينا نقول أنه أي فعلا الولد اللي بياخد منك وهو صغير رح يعطيكي وهو كبير. اي من شب على شيء شاب عليه، والعلم في الصغر كالنقش بالحجر. اي شو مفكرة بس انت اللي بتعرفيهن ومنتبهة لهدول الأمثال وأهميتهن ستراسي؟ ما فهمت. المانحين والممولين والمنظمات والكتائب من كل شكل ولون اللي عم يسرحوا يمرحوا بهي البلد، مالن رأي ورأيين مثلا بالمدارس اللي عم يحطوا فيها مصاريهم؟ مالن منتبهين لأهمية زرع أفكارهم بروس الأولاد الصغار؟ هدول الأولاد الصغار يلي رح يكبروا وتكبر الفكرة معهم وتصير أسلوب حياتهم. ولنا في حزب البعث مثالا واضحا عايشينه. قلتك؟ هاي الإقصائية وعقلية المؤامرة اللي عايشين فيها اليوم هي نتيجة سنين طويلة بتبدأ بالهتافات الصباحية بالمدارس وما بتخلص بنشرات الأخبار وخوفنا من أدنين الحيطان، وهلأ صرنا بمئة حزب بعث بمئة شكل ولون. بس والله ما بيصير هالحكي. اي هو ما بصير بس عم يصير يا أبو فاكر. هالحكي كتير خطير. أكتر من خطير بنت عمي، بس عم يصير. لكن كمان بنفس الوقت انخليت خربت حتى ما تكون متشائمين. في كتيرين عم يحاولوا يمنعوا هاي الأدلجة أو يخففوا من آثار على الأقل. لازم عن جد نحط إيدينا بإيديهن. معلومك يعني أولاد اليوم هني مستقبل الغد. حسيتها دعاية على الام بي سي لحليب نيدو أبو فاكر. جوز كلامه.